لون القوة والمرأة رمز الكفاح. فردا كل باسمه وصفته. نرحب بالفريق التقني لمشاركة اليوم التحسيسي لقطة بلقطة. إليك وإلى الله ترجع. اليوم في ولاية خنشنا نحاول أن هو الفحص كامل جسم المرأة وجسم تشوفوها باش فيها شوية كالك زيماج يعني إنسانة أول إنسانة تحس بيها. قلنا أننا ناصمين عن افتتاح اليوم التحسيسي بمناسبة شهر أكتوبر الوردي والذي يتزامن مع التحسيس حول سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، ينظم نادي مازال خير في بلادنا MKB خنشلة يوم تحسيسي حول هذا المرض. يتخلل النشاط الرئيسي نشاطات فرعية، منها التبرع بالدم والذي لاقى إقبال كبير من المتبرعين من مختلف الفئات، شباب رجال وكذلك نساء. وفي النشاط الفرعي الثاني هناك يعني حملة تحسيسية ومن طرف أطباء أخصائيين سواء في التغذية من خلال تبيان أهمية الغذاء في حياة المرأة خاصة، وكذلك يعني المرأة التي تعاني من المرض أو هي في صدد يعني المعالجة من هذا السرطان. حضورنا اليوم لهذا اليوم المعد خصوصا لشهر أكتوبر الوردي من طرف جمعية MKB اللي نثمنوا المجهودات اللي راها تقوم بها في المجال الخيري والتوعوي. اليوم بهذا المناسبة شهر أكتوبر الوردي وهو الذي يرمز إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية التعرف عليه وعلى أعراضه، سيكون اليوم لقاء من طرف مختصين من تنظيم الجمعية جمعية MKB. أيضا على هامش هذا اللقاء كان فيه حملة للتبرع بالدم كقبيلة والتوعية النسوية خاصة فيما يتعلق بالمرأة بالصحة الإنجابية وكذلك بصحتها بصفة عامة وخاصة بالصحة الإنجابية بصفة سنسوجي تابو. بزاف ناس تحشم تقول تصرح ببعض الأعراض اللي عندها، فحنا كدورة قبيلة حنا نكسبوا هذه الشريحة هذه الحساسة والهشة ونقدموهم ونعاونوهم ونساندوهم ونساندو أيضا المرأة بصفة عامة حماية نفسها وصديق والمسارعة في الكشف عن المرض قبل ما توصل إلى مرحلة لا تحمد عقبها. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.